السلام عليكم خوتي خواتاتي عائله عريس بلوكس اوفيسيال، ودائما ان شاء الله مع الجديد ان شاء الله في واحد المحل ان شاء الله مبارك ان شاء الله، يعني كل شيء جديد ان شاء الله باذن الله من الله ان شاء الله حتى الجد، يعني كاينين امور مزيانه ان شاء الله ديال الحيوانات والطيور ان شاء الله بالنسبه للقطط وبالنسبه للطيور وبالنسبه لجميع الحيوانات من الله ان شاء الله الزاد، وبالنسبه للافانتيا ان شاء الله، بالنسبه للعبار، بالنسبه لجميع جميع جميع الاكل ان شاء الله ديال للحيوانات ان شاء الله ملقى ان شاء الله، حتى الزاد الخوت يعني بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. تابعوا معايا ان شاء الله الفيديو ان شاء الله باذن الله، باش تشوفوا ان شاء الله الشرح ديال اي حاجه ان شاء الله باذن الله. تابعوا معايا ان شاء الله المزيد ان شاء الله. شكرا على البارطاج ديالكم الخوت، يعني وبلي لايك ديالكم، يعني وبلي زي كومونتير ديالكم، كنشكركم بزاف. ودائما ان شاء الله الجديد مع عائله عزيز بلوكس اوفيسيال. تابعوا معايا ان شاء الله الفيديو ان شاء الله حتى الاخر ان شاء الله، باش تشوفوا ان شاء الله الازمنه وجميع الامور ان شاء الله باذن الله. تابعوا معايا عائله عزيز بلوكس اوفيسيال. بالنسبه لاخي هادو شامبوانات ورشاشات ياك اخي عزيز، شامبوانات ورشاشات كيدير هادو اختصاصي في حاجات برغوت وبيض ديال البرغوت وداك اللي بغيت. هذا هاد الفرح هذه خاصه بالطيور، هذه خاصه بجميع انواع في حاجات من الحمام من الفراد ما شاء الله، يعني خلاك تحيد البرغوث كتحيد اي شيء ان شاء الله، ان شاء الله. شكرا لك اخي، وكنتم ان شاء الله من جديد الخوت عائله عزيز بلوك اوفيسيال، وعندنا لكم ان شاء الله بواحد القطط ان شاء الله ما شاء الله عليهم الخوت، يعني راه جميلين جدا، جمالك جمال ان شاء الله باذن الله ما شاء الله الخوت، يعني راه جميلين واحد القطط ان شاء الله الخوت في العينين تبارك الله زرقين ما شاء الله، يعني وهاد القطط ان شاء الله الخوت راه كاينه رضاعه، كاينه الامور ديال الغسل ديالهم، يعني كاين جميع جميع ان شاء الله عند هاد المحل ان شاء الله المبارك الكليب ديالهم، يعني من الخوت يعني من الاحسن الجديد ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لاخي ممكن تشرح لنا اخي حاتم على هاد القطط ان شاء الله باذن الله. مرحبا، شكرا شكرا بارك الله فيك، شكرا والله العظيم، شرف لنا ان شاء الله باذن الله، شرف لنا ان شاء الله، شرف كبير ان شاء الله باذن الله. حالك اللي قلنا راه محمد صويح معنا وضحك معنا، شكرا شكرا والله العظيم، شرف لنا، راه كاع عائله عزيز بلوك اوفيسيال ان شاء الله كيقول لك هذا المحل ان شاء الله راه مبارك ان شاء الله باذن الله. اي واحد وكيعجبهم ان شاء الله المحل ديالك، كيقول لك سير 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 شوفوا المحل ديال هاد السيد لاصقين لي على المحل ديالك ان شاء الله باذن الله. ممكن شكرا، ممكن تشرح لنا اخي حاتم على هاد القطط ان شاء الله باذن الله. نشرح خويا عادي، هادي اخويا هادو سيام، ايه مهم مهم سيامو بيرسو، ايه ما شاء الله، وباهم سيامو نورمال ياك ما شاء الله، خرجوا هاد الاراس ديال الفير ما شاء الله، سيامو بيرس وهذا ملي غادي يكبر ولدو مازال غادي يضغط وكيخرجوا ليه يخرجوا ليه كيف يقولوا هما اللحيه ما شاء الله ما شاء الله عليهم. يعني بالنسبه هذا ذكر وانثى يعني ولا لا؟ هذو جوج كور، جوج كور ما شاء الله. بالنسبه للثمن اخي حاتم، بالنسبه للثمن هذا كيبقى ب 500، هذا 550 ما شاء الله، يعني 500 وقابل للتفاوض ان شاء الله باذن الله، ضروري قابل للتفاوض فيها بخاطرك ان شاء الله حيزيدنا عندي زياده ان شاء الله. الخوت هانتوما الخوت يعني راه ماشي عليهم شو غادي تصير عليهم وتكتب الحليب ديالهم عندك صح، الحمد لله ما غنمشيش واحد مع زوج واحد اللي غاديهم ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله هانتوما ان شاء الله، ان شاء الله من طرف عزيز بلوك اوفيسيال ان شاء الله راه غيدير معكم ان شاء الله في زمان زوين ان شاء الله باذن الله. تابعوا معايا ان شاء الله الفيديو ان شاء الله والمزيد ان شاء الله من المفاجات ان شاء الله، ما شاء الله راه واحد القط ان شاء الله جميل جدا، هانتوما الخوت راه جميل جدا ان شاء الله باذن الله. تابعوا معايا ان شاء الله المزيد الخوت، يعني من جميع الحيوانات جميع الحيوانات ان شاء الله وجميع الاصناف ان شاء الله باذن الله. هانتوما الخوت تابعوا معايا بالنسبه لهاد هادو الخوت راه زويج، هذا الفيغوت يعني راه ما شاء الله، يعني راه جميله جدا الخوت، يعني راه واحد الجمال ان شاء الله، جميله جدا ان شاء الله. هانتوما الخوت يعني راه واحد زوج ما بين تذكر ان شاء الله، وعندها يعني وليد يعني وبيضاء ان شاء الله باقي ما مفقساش، ممكن تشوفوا اخي حاتم يعني الوليدات بسم الله. هانتوما الخوت يعني عندها وليد وعندها بيضاء، على ما اظن ذاك الوليد اخويا عزيز على ما اظن ما كنقول غيطلع كيف هذا الدكتور 100% ما شاء الله، انا ما غنحكوش عليه باقي ما بين، اما النتوات تبارك الله راه كتبان لك صلاحه ما غاتبانش لا باينه تبارك الله، وهي اللي غيخرج الوليد راه بيضات وباقي غادي تبيض ما شاء الله عمرها
علمتها بعمر ما شاء الله. انت ما تقول كيف قلت لكم كيف وعدتكم ان شاء الله راه هذا المحل الخبز يعني راه كيبيع زوجات بوليداتهم ومبيدير راه ما فيها لا نقاش لا شيء جا يدي الخبز ما عندي ها انتم الخوت يعني كتقولوا الاجداد ما غاديش تفشلي مغنيات كمان مو ناس ما شاء الله يعني وكيمشي حتى الشارع والكليان يعني كيمشي للدار وهو مرتاح بلا ما غادي يقلب على واش هذا زويجه ولا ماشي زويجه من المحل طريقيا من قميله من الكبده من المصره على جميع الدوايات اخي عزيزه امك ما شاء الله انتم هذه الكبده هذه هنا عندي هذو فيتامين او دي هذا ديال الدبيره هذا ديال الدريج هذا ديال التقصير ديال القميله المهم كاين شي دوايات اخرى بصح الناس اللي عارفين راه اللي الدواء اللي بغى راه فيه ما شاء الله تريطير حتى الفرق ديال انسان ناضي ما مازال ما شاء الله هذا ما الخوت راه واحد الانسان ان شاء الله مبارك ان شاء الله والمزيد ان شاء الله غادي نشوفوا ان شاء الله المحل ان شاء الله ملحم الاي ان شاء الله حتى الزاد وتابع معايا ان شاء الله المزيد ان شاء الله الخوت من جديد على هذا البلوك اوفيسيال ان شاء الله ودائما ان شاء الله الجديد ان شاء الله باذن الله ها انتم الخوت يعني راه واحد الجويجه ان شاء الله راس الله تبارك الله راه كتلوح ان شاء الله غير البلاك هذا راه تبارك الله راه ممكن انتوا خوت الكار ديالها ان شاء الله وبالوليدات ان شاء الله جميع ان شاء الله الوليدات يعني ما شاء الله يعني انا نحل لكم ان شاء الله في الاساس ان شاء الله ممكن تشرح لنا اخي عاشق خويا عزيز مرحبا خويا عزيز خويا عزيز هذه زوجة اييه كتلوح لي خويا عادل سبحان الله العلي العظيم اليوم خلق سبحان الله لي حاليا الكر ديال البلاك ما شاء الله راه هو السير هذا كانوا الحريفيه كيعرفوا راه ما غادي يشوفوه الكر ديال البلاك وباقي عنده وليد ديال الباندك سبحان الله الكر عنده كروادي ما شاء الله وعنده جوج بيضات ما شاء الله عنده نشوفوا الاشياء شوف حبيبي ها هما جوج بيضات بلا تجري عليها ماشي مشكل ماشي مشكل خليها باش يبانوا صافي يبانوا خويا عزيز البيضه الاولى الثانيه ما شاء الله اللهم بارك عنده جوج بيضات وباقي غادا تزيد سبحان الله هز الدم ديال البورتور ديال البلاك ما شاء الله نسدوا له ولاحت واحد بلاك وليداتها كاملين لاحت فيهم واحد لي بلاك ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله العظيم انتم الخوت كيف وعدتكم الخوت راه قلت لكم ان شاء الله راه هذا الانسان كتوقعت هذه اي سبحان الله كيف قلت لكم الخوت راه هذا الانسان ان شاء الله راه كيبيع ان شاء الله القفله ان شاء الله بالوليدات ديالنا ان شاء الله ما شاء الله تابع معايا ان شاء الله المزيد ان شاء الله من المفاجات الخوت وتابع معايا ونخليكم ان شاء الله النمره ديالي ان شاء الله ويتواصلوا معايا ان شاء الله باذن الله تابع معايا ان شاء الله من جديد على هذا البلوك اوفيسيال ان شاء الله ودائما ان شاء الله جاي حتى هذه ان شاء الله راه هي ان شاء الله انتي وان شاء الله هم بيدر ما شاء الله لها اللهم بارك حي ان شاء الله راه قرونطاي هذا بالنسبه للذكر وفينا الانثى ان شاء الله يعني راه الداخل ان شاء الله فتره واحد جويجه ما شاء الله لها راه مبيضه بالنسبه ممكن تشرح لنا اخي حاتم هاد الزويجه ديال الفيروس ان شاء الله بالوليدات ديالها هادي اخويا زويجه باند اييه وانتي وكلاوي اييه كلاوي لقيتيها مع ما سميتو استغفر الله العظيم الا عطيتيها مع الاوبالي اييه مع الاوبالي الاوبالي كيقصر لهم بواري ما شاء الله وحاضنا على جوج بيضات لا غير خليهم لا ماشي مشكل يعني راه حنا نوريو الناس ديالنا والشباب اللي جاي لينا ان شاء الله وديك الساعه مرحبا هانت مرحبا راه دائما كيف وعدتكم ان شاء الله دائما كنشوفوا ان شاء الله من قلب الحدث ان شاء الله الخوت هانت مرحبا هاي فول واجي نخرجوها نخرجوها تشوفوها ما شاء الله هانت مرحبا كيف وعدتكم ان شاء الله دائما ان شاء الله الجديد ان شاء الله واحد الجديد ان شاء الله ما شاء الله لا اللهم بارك زارة جيب بلاش يا خويا